في عمليتين نوعيتين منفصلتين. وعلى إثر معلومات واردة لأفراد فرقة الأبحاث مفادها تمرير شحنتان من المؤثرات العقلية باتجاه مدينة الغواط من قبل شخصين على متن مركبة نقل جماعي وشخص آخر على متن دراجة نارية. بعد تنشيط عنصر الاستعلامات ومباشرة تحريات مكثفة بوضع خطة محكمة على مستوى الطريق الوطني رقم 1 الرابط بين ولايتي الغواط وغردية، ما كانت من توقيف 3 أشخاص من جنس ذكر يتراوح سنهم ما بين 24 و 65 سنة، وحجز كمية من المؤثرات العقلية تقدر ب 6135 كبسولة نوع بريغا بالين 300 ملغ، مع حجز دراجة نارية و4 هواتف نقالة.